التشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال يوم يومين سيكون الأمر المباشر ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل. زيارة وزير خارجية أمريكا خلال أسبوعين ستكون بالإضافة إلى دعم التوسعية الإسرائيلية والاحتلال وهضم حقوق الشعب الفلسطيني، فإن ترامب المأزوم بظل جائحة الكورونا يريد أن يقدم هدية للإفنجاليين ولغلاة الإفنجاليين. هذا يعني أن الضم سيكون خلال الشهر القريب. من هنا، من موقعنا هنا، من خصوصيتنا هنا، نهيب بالمواطنين العرب واليهود الديمقراطيين أن نخرج إلى مظاهرات رفضاً لزيارة وزير خارجية أمريكا ومناهضة لصفقة القرن التي توجه ضربة قاسمة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية، لإمكانية إحقاق السلام بأي مرة.